السلام عليكم. إذن في التمرين إن شاء الله نحاول نشوف حل مجموعة من المعادلات. إذن نبدأ بالقاعدة العامة، جميع المعادلات اللي غادي نشتغلوا عليها تؤول إلى معادلة من هذا النوع، يعني شكل x مربع تساوي a، يعني بعد تبسيط ديالها فغنلقى معادلة على شكل x مربع تساوي a، بطبيعة الحال عدد حقيقي. في هذه الحالة كيكون عندنا ثلاثة الحالات، إلى لقينا ذاك a عدد أكبر قطعة من الصفر، المعادلة لها حلان. إذن الحلان هما x تساوي جذر a أو x تساوي ناقص جذر a. إلا كانت a تساوي صفر، المعادلة لها حل واحد، يعني هو x تساوي صفر. إلا لقينا ذاك a عدد سالب، فالمعادلة ليس لها حل. إذن نبدأ بأول حالة، x مربع تساوي 11 عدد موجب. إذن x تساوي جذر 11 أو x تساوي ناقص جذر 11. إذن حل المعادلة هما جذر 11 وناقص جذر 11. x مربع ناقص 7 تساوي صفر، إذا خصني نبسط المعادلة ونرجعها لشكل x مربع تساوي a. إذا ناقص 7 كاين في الطرف الأول للمعادلة، إذا ملي كندي واحد الحد من الطرف الأول للطرف الثاني أو من الطرف الثاني للطرف الأول فكنغير له الإشارة. إذا ناقص 7 غتمشي للطرف الثاني غترجع زائد 7، إذا x مربع تساوي زائد 7 أي 7. إذا 7 عدد موجب، وبالتالي فx تساوي جذر 7 أو x تساوي ناقص جذر 7. إذا حل المعادلة هما جذر 7 وناقص جذر 7. المعادلة الموالية x مربع على 5 تساوي 4. إذا نبسطو الكتابة، إذا للتخلص من العدد 5 يمكن لي نضرب في 5 طرفي المعادلة. إذا كنضرب 5 في x مربع على 5 تساوي 4 في 5. إذا كنختزلو بالعدد 5، كيبقى لنا في الطرف الأول x مربع وفي الطرف الثاني كيبقى لنا 4 في 5 اللي هي 20. إذا 20 عدد موجب، إذا x تساوي جذر 20 أو x تساوي ناقص جذر 20. جذر 20 يمكن لي نبسطها شي شوية، إذا جذر 20 هي 4 في 5 أي جذر 4 في جذر 5. جذر 4 هي 2 أي 2 جذر 5. إذا يمكن لي ندير x تساوي 2 جذر 5 أو x تساوي ناقص 2 جذر 5. إذا حل المعادلة هما 2 جذر 5 وناقص 2 جذر 5. الحالة الموالية x مربع زائد 3 تساوي 0. إذا للتخلص من زائد 3 يمكن لي نضيف زائد ناقص 3، يعني المقابل لزائد 3 لطرفي المعادلة، أو مباشرة نكتب x مربع تساوي ناقص 3. إذا ناقص 3 عدد سالب، إذا x مربع عدد موجب، وبالتالي فمادام ناقص 3 أصغر من الصفر إذا هذه المعادلة ليس لها حل. المعادلة ليس لها حل. 7 x مربع تساوي 5. إذا للتخلص من عدد 7 كنقسمو طرفي المعادلة على العدد 7. إذا كنختزلو بالعدد 7، كيبقى لنا في الطرف الأول x مربع تساوي 5 على 7. إذا 5 على 7 عدد موجب، أي أن x تساوي جذر 5 على 7 أو x تساوي ناقص جذر 5.
خمسة على سبعة. إذا الجذر ديال العدد كامل خمسة على سبعة. إذا حل المعادلة هما جذر خمسة على سبعة وناقص جذر خمسة على سبعة. في الحالة الموالية ثلاثة إكس مربع ناقص أربعة تساوي الصفر. إذا أول حاجة خصني هاد ناقص أربعة نديها للطرف الثاني. إذا المعادلة تصبح على الشكل ثلاثة إكس مربع إذا ناقص سبعة ناقص أربعة كنديوها للطرف الثاني كتولي أربعة. يعني كنديوها للطرف الثاني في الأصل حنا كنضيفو لطرفي المعادلة المقابل ديال العدد أربعة. ضفنا أربعة في طرفي المعادلة إذا ناقص أربعة زائد أربعة راه هي صفر، أو مباشرة كنكتبو ثلاثة إكس مربع تساوي أربعة. من بعد كنختزلو أو كنقسمو على ثلاثة طرفي المعادلة تساوي أربعة على ثلاثة. إذا إكس مربع تساوي أربعة على ثلاثة، وأربعة على ثلاثة عدد موجب. إذا إكس تساوي الجذر ديال أربعة على ثلاثة، أو إكس تساوي ناقص الجذر ديال أربعة على ثلاثة. هنا يمكن لي نبسط شي شوية. إذا الجذر ديال أربعة على ثلاثة هو الجذر ديال أربعة على الجذر ديال ثلاثة، والجذر ديال أربعة راه هو اثنان، لأن الجذر ديال أربعة هو الجذر ديال اثنان أس اثنان. إذا هو اثنان على جذر ثلاثة، أو بنفس الطريقة إكس تساوي ناقص اثنان على جذر ثلاثة. إذا اثنان على جذر ثلاثة وناقص اثنان على جذر ثلاثة هما حل هذه المعادلة. إذا في الصياغة يمكن لي ندير حل المعادلة هما وندير الحلين، أو نبدأ بالحلين ندير العددين الحلين وندير هما حل هذه المعادلة. المعادلة الموالية اثنان على ثلاثة إكس مربع تساوي أربعة. إذا للتخلص من اثنان على ثلاثة كنضرب في المقلوب ديالها، يعني كنضرب ثلاثة على جوج. اثنان على ثلاثة إكس مربع تساوي أربعة في ثلاثة على جوج. إذا ضربنا طرفي المعادلة في نفس العدد. إذا هنا كنختزلو كيبقى لنا إكس مربع تساوي أربعة في ثلاثة على اثنان. يمكن نختزل بالعدد اثنان، أربعة على اثنان هي اثنان، تبقى اثنان في ثلاثة تساوي ستة. إذا إكس إذا ستة عدد موجب، يعني أن إكس تساوي جذر ستة، أو إكس يساوي ناقص جذر ستة. إذا حل هذه المعادلة هما جذر ستة وناقص جذر ستة. المعادلة الموالية إذا عندنا تسعود إكس مربع زائد ثمانية تساوي صفر. إذا تسعود إكس مربع زائد ثمانية كنديها للطرف الثاني كترجع ناقص ثمانية. إذا إكس مربع عندنا تسعود، كنقسم طرفي المعادلة على تسعود، إذا كنلقى ناقص ثمانية على تسعود. ناقص ثمانية على تسعود عدد سالب، إذا ناقص ثمانية على تسعة أصغر من الصفر أي هو عدد سالب. إذا المعادلة ليس لها حل، لأن ما يمكنش يكون عدد موجب اللي هو إكس مربع يساوي عدد سالب. سبعة إكس مربع ناقص خمسة تساوي ناقص خمسة، إذا تكافي سبعة إكس مربع. إذا ناقص خمسة اللي كاين في هذا الطرف كنديها للطرف الثاني كترجع خمسة، ناقص خمسة. إذا خمسة ناقص خمسة صفر، أي سبعة إكس مربع تساوي صفر. أي إذا للتخلص من عدد سبعة كنقسم طرفي المعادلة على سبعة. إذا كنقسم هنا على سبعة وهنا على سبعة. إذا في الطرف الأول كيبقى إكس مربع، والصفر اللي قسمناه على سبعة فغيعطينا صفر. إذا الصفر اللي قسمته على أي عدد دائما سيعطيك صفر. إذا المعادلة لها حل واحد، إذا إكس يساوي صفر. إذا الصفر هو حل هذه المعادلة.
في الحالة الموالية عندنا 8 إكس مربع تساوي 8، إذا للتخلص من 8 كنقسم طرفي المعادلة على 8، إذا إكس مربع كنقسمو على 8، إذا 8 على 8 كنختزلو، إذا في الطرف الأول تبقى إكس مربع وفي الطرف الثاني 8 على 8 تبقى لنا 1، واحد عدد موجب، إذا إكس تساوي 1 أو جذر 1 اللي هي 1، أو إكس تساوي ناقص جذر 1 اللي هي ناقص 1، إذا 1 وناقص 1 هما حل هذه المعادلة.